بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت بقول مثلا المدرس يعني بيجيله أمراض نفسية من الشغل في المدرسة مع العيال، لكن ظاهر والله أعلم برضو إن الشغل على الأونلاين وعلى الإنترنت برضو بيجيب ضغط وسكر. يعني أنا طلعت روحي على بال ما سجلت الفيديو، وفي الآخر بعد نص ساعة شرح وتركيز الحمد لله الفيديو باظ. هنسجل تاني. بسم الله، أهلا بكم طلاب الصف الثالث. النهاردة معادنا مع الليسن 4. المفروض ان انا شرحت الوحدة دي كلها، ان شاء الله اشرحها تاني دلوقتي خلاص. يعني انا شرحت من الدرس الرابع لاخر الوحدة. ليسن 4 الدرس الرابع، لايف سكيلز، مهارات الحياة. طيب ايه المهارات اللي هنتعلمها النهاردة؟ هنتعلم نعمل بادجت، نعمل ميزانية، وعلى حسب البادجت دي هنجيب اكل لناس عازمينهم. حلو الكلام. هنعزم اصحابنا. بيقول لك اهو، read, check and write, you are going to help your mom. هتساعد مامتك في ايه بقى؟ ميك لانش فور يور فريندز، انك هتعمل غدا لاصحابك. تمام. يو هاف 120 باوندز، معاك 120 جنيه. تمام، 120 جنيه هتعزم اصحابك بيهم. حلو. ديسايد وات يو ويل ميك، قرر بقى هتعمل ايه بال 120 جنيه. 120 جنيه النهارده ما يجيبلكش حاجه خالص، يعني اصحابك هيمشوا من عندك جعانين. تمام، لكن مش مشكله، هنشوف بس هو عايز ايه. اند تشوز يور فود، واختار الاكل بتاعك. Remember، خليك فاكر، to make healthy choices، انك تختار حاجات صحية، اختياراتك تكون ايه؟ اكل صحي. طيب عندنا egg plant اللي انت شايفه اسود في الصورة ده، البدنجان، وعندنا fish، وعندنا mango. هنا 5 pounds، هنا 45 pounds، هنا 20 pounds. بعدين والله اعلم دي green salad، سلطة خضراء على ما اعتقد، يعني 10 pounds، والفرخه المتكتفه دي 60 باوندز، وعندنا تورته كيك 100 باوندز ب 100 جنيه. اوعى تجيبها، هيلحسوها ويمشوا. تمام. بعدين عندنا 15 للديتس، 15 جنيه للبلح خلاص. بعدين عندنا هنا ده رايس بودينج، ده ب 7 باوندز. ايس كريم 12 باوندز. بعدين عندنا بوتيتوز 6 باوندز، اورنج جوس 11 باوندز، وعندنا رايس 13 باوندز. انت المفروض بقى تعمل ايه؟ تعمل مين كورس، وتعمل سايد ايتمز ودرينكس وديزرت زي ما احنا عملنا قبل كده علشان تكون الوجبه متكامله. فاحنا مثلا هناخد الفيش 45 باوندز، هنعمل عليه تيك هنا خلاص، يعني احنا اخترنا ده، ونضيف له السلطه يبقى 10 باوندز، ورايس يبقى 13. وعندك رايس بود؟ لا، رايس بود مش هينفع معاه، ممكن ناخد معاه اورنج جوس وكمان الايس كريم، هتجمعهم مش هيعملوا ال 120. تمام. تيك وات يو بوت، يعني هتعلم بعلامه صح كده قصاد الحاجه اللي انت اشتريتها. هاو ماتش ديد يو سبيند، كم الفلوس اللي انت انفقتها خلاص. اختار انت بقى زي ما انت عايز. في اللانجوج، توظيف اللغه وبقى اللانجوج فانكشنز، بيقول لك اسكين اباوت ذا ماني يو سبيند، ازاي تسال عن الفلوس اللي انت ضيعتها. هاو ماتش ديد يو سبيند، ده السؤال. How much did you spend؟ خلاص، انت ضيعت قد ايه؟ تسأل ب how much، يعني كم المقدار. يبقى هنا did في الماضي، you وهو الضمير البروناون الموجه له السؤال، بعدين spend في المصدر لاني سألت ب did، يبقى الفعل لازم يجي في المصدر. How much did you spend؟ انت ضيعت قد ايه يا عم الحاج؟ بترد البنوتة بتقول 20 pounds. هنا بترد على هاني بتقول والله انا ضيعت 20 جنيه. 20 pounds. يبقى السؤال how much did you spend؟ How much did you spend؟ How much did you spend؟ ثلاث مرات اهو. بعدين بتقول الرقم والعملة 20 pounds 30 pounds وهكذا. بعدين هنا activity number 1 بيقول لك look read and circle، انظر اقرأ وضع دائرة. You are going to buy، سوف تشتري، أنت سوف تشتري. هنا استعمال going to بقى للقرارات المدروسة والتخطيط والنية، كل ده بنستعمل ايه؟ verb to be am او is او are، going to والفعل في المصدر buy. You are going to buy، مش هنقول you will بقى. ليه بقى؟ لان هنا مخططين. You are going to buy toys، انت هتشتري مين؟ هتشتري ايه قصدي؟ هتشتري العاب. لمين بقى؟ for your baby cousin. for your baby cousin يعني لابن عمك الرضيع، الطفل الصغير ده، ابن عمك او ابن خالك على حسب بقى.
يو هاف 36 باوندز، انت معاك 36 جندي، معاك 36 جنيه. خلاص تعالى نروح محل الالعاب بال 36 ملطوش اللي معاك ونشوف هيجيبوا ايه. عندنا تويز ستور هو محل الالعاب، اول بوبيت عندي قابلتني ب 70 ال اي ب 70 جنيه. طب نعمل مغمض وهي كانك ما شفتهاش. خلاص 50 باوندز برضو نفس الكلام، اعمل نفسك ميت، احنا مش هنا. طيب ايه اللي ينفع نشتريه بقى بال 36 اللي معانا؟ يبقى 26. طب ايه اللي ينفع نشتريه بقى؟ عندنا هنا البول ب 26 ب 26 جنيه، وعندنا الكايت الطياره الورق ب 10 باوندز. دول على قد الميزانيه بتاعتنا 36 باوندز بالظبط. يبقى سيركل اعمل دايره، وات يو بولت هنعمل دايره على الحاجه اللي احنا اشتريناها على البول وعلى الكايت. هاو ماتش ديد يو سبيند، كام الفلوس اللي احنا ضيعناها؟ هنقول I spent، هنتكلم بقى في الماضي نحول الدي لتي، I spent 36 pounds. سؤال يعني غريب، ما انت بتقول لي اشتري ب 36 انا ضيعت قد ايه؟ طب انا ضيعت 36، ايه الجديد؟ Activity number 2 complete the menu and write the price. انت هتتخيل نفسك بقى ايه؟ restaurant manager يعني مدير مطعم، هتعمل بقى الاطباق الرئيسيه بتاعتك المين كورسز، وهتعمل الديزرتس الحلويات، وتكتب الدرينكس المشروبات اللي عندك، وتسعر بقى ايه على حسب الحاجه اللي موجوده عندك البرايس الاسعار اهي. هتكتب مثلا سباجيتي وذ ميت بول، يعني مثلا سباجيتي بالكفته زي ما كان على سنه 6. خلاص هتكتب مثلا ستيك اللي هو وجبه الستيك، اللحم الستيك، شرايح الستيك دي مثلا. ممكن تكتب باربيكيو تشيكن اللي هو الدجاج المشوي. نوع بقى في الاكلات واكتب اسعار مختلفه. بعدين الديزرتس عندك ايس كريم، عندك تشوكليت كيك، تشيز كيك، ايه تاني ممكن ينفع ديزرت؟ ها الرايس بودينج وهكذا. الدرينكس بقى اورنج جوس، ليمونيد مثلا، عصير برتقال او عصير ليمون. ممكن ايه تاني المشروبات؟ استرابري، فراوله، مانجوز، مانجا، يعني نوع في المشروبات واكتب الاسعار عندك. والدرس الرابع انتهى، كل سنه وانت طيب. تعالى ندخل على الدرس الخامس وخاص بالساينس، A healthy heart يعني قلب صحي. ازاي يكون عندك قلب ايه صحي؟ يكون صحتك كده ايه بوم. تعال نشوف الكلمات الموجودة عندنا. heart القلب، organ عضو، pump يضخ، طبعا الكلمات دي عدت على الترم الاول. blood اللي هو الدم، عندك دم ولا لا؟ body الجسم، head الرأس، stomach المعدة، arm الذراع، leg الساق، carry ده verb بمعنى يحمل بيشيل يعني، oxygen اللي هو الاكسجين، nutrients العناصر الغذائية، keep ده فعل بمعنى يحافظ، خدناه قبل كده برضه. heart organ pump blood body head stomach arm leg carry oxygen nutrients keep. هنا هتعمل تريس، هتمشي على الكلمات وبعدين هتكتبها لوحدك، يعني بيساعدك انك تحفظ الكلمات لما تكتبها اكتر من مره. Look, read and trace، انظر اقرا وتتبع. طيب بيقول لك اول حاجه the heart is an organ of your body it pumps blood around your body، يعني القلب ده عضو من ضمن اعضاء جسمك وبيضخ الدم في جميع انحاء الجسم. The heart is an organ of your body. It pumps blood around your body. Number two, the blood goes to your head. الدم بيوصل لدماغك. Stomach والمعدة، arms والذراعين، and legs والساقين. يعني بيقول لك إن الدم بيتوزع على أعضاء جسمك زي الرأس والمعدة والذراعات والساقين. The blood goes to your head, stomach, arms, and legs. Number three, the blood carries oxygen. يعني الدم بيحمل الأكسجين، بيحمل الأكسجين النيوترينتس والعناصر الغذائية. دي فايدة الدم بقى، إن هو بيشيل معاه الأكسجين اللي محتاجه الجسم والعناصر الغذائية اللي محتاجها. وبعدين which keep your body healthy، ده اللي بيخلي جسمك صحي. The blood carries oxygen and nutrients which keep your body healthy. آخر حاجة to have healthy bodies، عشان يكون عندنا أجسام إيه صحية، we need to keep our hearts healthy، لازم نحافظ على صحة قلوبنا. To have healthy bodies we need to keep our hearts healthy. تمام؟
حلو، كلام جميل جدا. تعال نشوف بقى ايه الحاجات اللي احنا المفروض نتبعها عشان يكون عندنا قلوب صحية، والحاجات المفروض نتجنبها علشان ما تضرناش. طيب لو كان ريد بيقول لك for a healthy heart، من اجل قلب صحي you need to، تحتاج الى eat fruit، تاكل فاكهة، go for a walk، تتمشى، exercise، تلعب رياضة، get 8 hours of sleep، تنام على الاقل 8 ساعات. كمان مرة، for a healthy heart you need to number 1 eat fruit، number 2 go for a walk، number 3 exercise، number 4 get 8 hours of sleep. خلاص. بعدين عندنا بيقول لك الحاجات بقى الباد بيهيفيرز، السلوكيات السيئة، for a healthy heart، من اجل قلب صحي you don't need to، تحتاج الا تفعل الاتي: drink cola، تشربش ايه المياه الغازيه، eat lots of ice cream، ما تاكلش ايس كريم كتير جدا، watch tv، ما تتفرجش على التلفزيون لساعات طويله، play computer games for 6 hours، انك تتفرج او تلعب العاب الكمبيوتر لمده من 6 ساعات او اكتر، كل ده بيتعب قلبك تتجنبه. نقولهم كمان مره: for a healthy heart you don't need to drink cola، eat lots of ice cream، watch TV، play computer games for 6 hours. جايب لك اغنية هنا، واحد بيعزم على واحد جاي المطعم، بيقول له بص انا هجيب لك كذا وكذا، وبيعزم عليه بحاجات غير صحية، هو هيرفضها لكن هيختار في اخر الاغنية الحاجات الصحية اللي المفروض تتاكل. Welcome to the restaurant، مرحبا بك في المطعم، بيرحب بيه. What would you like to eat، عايز تاكل ايه، بيكررها اكتر من مره eat، طبعا بتتغنى، المفروض يكون في تيب سكريبت يعني. Please tell me، من فضلك قول لي، what would you like to eat، عايز تاكل ايه، هو بتدل عليه ولا ايه. Would you like a burger، تحب اجيب لك برجر، some cake، fries or some meat. بص الحاجات اللي بيعرضها عليه، قال له no thank you، لا يا عم الحاج متشكرين، no burger، مش عايز برجر، no fries، مش هاكل بطاطس، and nothing sweet، ولا اي حاجه فيها حلويات سكر صناعي. Thank you very much، شكرا جزيلا لك. هيعرض عليه الكلام تاني ويقول له بقى عايز تاكل ايه، pasta with cheese eggs and butter or some pizza. نفس الكلام، رفض وقال له no thank you، مش عايز اكل الحاجات اللي انت قلت لي عليها دي. I like to eat healthy، انا عايز اكل حاجات صحيه، if you please، لو انت مش معترض على الكلام ده، لو تسمح لي يعني. تمام، هيرحب بيه تاني وبعدين بقى يعرض عليه الحاجات الصحيه اللي هيقول له اوكي. Would you like a salad, some soup or potatoes with fish؟ I'd like some rice and fish، قال له انا هات لي بقى رز وهات لي سمك، and lots of salad، وبقى كتر لي ايه السلطه، in a very big dish، في طبق كبير بقى ايه عشان عازم شويه ارانب معاه. Thank you very much، شكرا جزيلا لك. يبقى في الاخر هو اختار الحاجه الصحيه. بعد ما تقرا الاغنيه دي تاني، تعال على الشمال وهتعمل الهيلثي فود، الحاجات الصحيه اللي هو اختارها رايس، كل الحاجات الصحيه اللي جت في الاغنيه. الحاجات الغير صحيه الان هيلثي فود من البرجر والتحت كده هتصنفها لي هنا. خلاص. بعدين جايب لك الانشطه على الليسن 5. طبعا انا بهزر معاكم علشان انا مضغوط نفسيا لما انا سجلت قبل كده والتسجيل باظ، فبحاول اطلع من المود السيء اللي انا كنت فيه. Read and match، اقرأ ووصل. Heart, body, stomach، تكتب الرقم وبعدين توصل ثلاث صور وهتسيب صورة خطأ. Read and match A with B. The heart is، يا ترى هيكون is A an organ، ولا oxygen and nutrients، ولا keep our hearts healthy، ولا eat too much. تمام. The blood carries، بيحمل ايه الدم. We need to، نحن نحتاج إلى. بعدين هنا جايب لنا two words for each picture، كلمتين لكل صورة، هنختار only one word، كلمة واحدة. exercise، sleep، cake or ice cream، go for a walk، ولا ده بيعمل drink، الأخيرة دي بتعمل sleep، ولا watch TV. نروح للصورة اللي بعدها، بيقولك I play computer games. يا ترى الصورة تنطبق على الجملة ولا لا؟ والله لو الاتنين صح، الكلام مطابق للصورة، هنعمل true، لو غير كده هنعمل false. I go for a walk، I eat vegetables and fruit، I get 8 hours of sleep. سؤال الخامس، read and choose. The stomach ولا heart ولا body pumps blood، مين اللي بيعمل المهمة دي؟ Number 2 the blood goes to your head، food
clothes. Number three, the blood keeps ولا needs ولا carries oxygen and nutrients. We need to keep our hearts. حافظ عليها ازاي بقى؟ slow ولا healthy ولا tall. في اخر سؤال هو ال punctuation marks. هتعمل علامات الترقيم للسنتنس دي، للجملة دي. The heart is an organ of your body. شوف بقى هتعمل فيها ايه، ايه اللي هيتغير وايه اللي هيتضاف. نروح للدرس الاخير وهو lesson 6. Learn sounds with busy bee writing descriptive paragraphs. يعني ايه؟ هناخد شوية اصوات بسيطة جدا، هي عبارة عن حرفين ساكنين جايين مع بعض هيدونا استرس كده في الكلمة، زي egg foggy، يعني دول اتنين جي بيدوني صوت الجي اللي هو الجا، زي egg foggy. بعدين عندي صوت ال n بيدوني صوت ال n، ده الصوت ده بيطلع من الانف. dinner dinner sunny sunny خلاص. بعدين صوت ال t double t بتديني صوت ال t، زي kitten و butter، او ممكن تقولها butter. خلاص يبقى egg البيضة، foggy ضبابي، dinner وجبة العشاء، sunny مشمس، طبعا sunny وفوجي الاثنين صفات ممكن نوصف بيها الويذر الطقس، كيتن القطة الصغيرة. بعدين عندنا البادر او الباتر دي الزبدة. خلاص يعني درس صوتيات سهل جدا، مش محتاج انك تقف عنده كتير. بعدين هديك الكلمة ويقول لك اسمع من المدرس بتاعك، وبعدين شوف المقطع الصوتي اللي انت سمعته ده، يا ترى اللي فوق ده ولا اللي تحت. اج ج ج اج، يا ترى التي ولا الجي. sunny ترى ده الان ولا التي. kitten ت ت ت kitten، ده اللي انت سمعته ده صوت الجي ولا التي. بعدين dinner dinner ده صوت الان ولا الجي. foggy ده صوت التي ولا الجي. butter ده الان ولا التي. look read and complete with double n double t double g، صوت الن صوت الت صوت الج. she is eating an egg and bread with butter. The kitten is playing in the garden. يبقى عندنا هنا egg، شوف المقطع الصوتي ده ايه، butter، kitten، دول الثلاث كلمات فقط لا غير. نروح بقى للرايتنج سكيلز، مهارات الكتابة، الديسكريبتيف باراجرافز، الفقرات الإنشائية الوصفية. ازاي نوصف حاجة في فقرة إنشائية؟ What are descriptive paragraphs؟ ايه هي الفقرات الإنشائية الوصفية دي؟ When you write a descriptive paragraph، لما تكتب فقرة إنشائية وصفية، describe the things you can see، اوصف الحاجات اللي انت تستطيع انك تشوفها and feel او تشعر بها. Write general sentences، اكتب جمل عامة. More information and an in sentence، جمل تفصيلية وجملة ختامية. اتفقنا احنا عندنا الباراجراف عندنا اربع جمل. الجملة الاولى بتكون ايوه جملة عامة تصف الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. الجملتين التانيين اللي هي نمبر 2 ونمبر 3 بيكون عبارة عن details، بتقول حاجة تفصيلية. خلاص الجملة الاخيرة دي بتكون جملة ختامية انت بتقول فيها رأيك او بتلخص الموضوع. خلاص خدناه قبل كده، تعال نشوف كده اول paragraph عندنا. A balanced diet is important for our bodies. يعني الغذاء الصحي المتوازن مهم لأجسامنا. أدي دي الجملة الجنرال العامة. It helps us to have a healthy body. دي الجملة التفصيلية بقى، بيقولك إيه بيساعدنا الكلام ده في إيه؟ في إن إحنا نحصل على جسم صحي. We need to eat a lot of fruit and vegetables. إحنا محتاجين ناكل فاكهة وخضار كتير. أدي تاني جملة تفصيلية. بعدين هيختم بالجملة الختامية. They give our bodies vitamins. دول بيزودونا او بيدوا اجسامنا الفيتامينات اللازمة. خلاص ادي جملة عامة، جملتين تفصيليتين وجملة ختامية. بعدين هيجيب لك البيكتشر ويقول لك اقطع انت من كتاب صفحة 339، وهنا هيعكسها، يجيب لك الباراجراف ويقول لك الزق الصورة، وهكذا بيعكس في كل مرة. This is breakfast، ده الفطار. We have breakfast in the morning، احنا بنفطر الصبح. For breakfast I have فلافل، انا على الفطار باكل طعمية and bread وعيش. They are delicious، هم لذاذ. خلاص يبقى الفقرة الإنشائية الوصفية يا جماعة زي ما قلنا أربع جمل. الجملة الأولى هي عبارة عن جملة عامة general، الجملتين التانيين details حاجات تفصيلية بتدي معلومات، الجملة الأخيرة بتكون خاتمة لما سبق إن أنت قلته. هنا جزئين بقى reading، بيقول لك read trace and color. Sandy is having breakfast، ساندي بتاكل الفطار بتاعها. She is eating an egg،
بتاكل ايه بقى؟ بيض and bread وعيش with butter مع الزبده. She drinks some orange juice بتشرب شويه عصير برتقال. Sandy tries to be healthy بتحاول ساندي انها تكون بصحه جيده او تكون يعني صحيه في نظامها الغذائي. Sandy's having breakfast. She is eating an egg and bread with butter. She drinks some orange juice. Sandy tries to be healthy. طيب الصورة الأخيرة والفقرة الأخيرة. The kitten is playing in the garden. القطة الصغيرة بتلعب في الحديقة. On a sunny day في يوم مشمس. It is brown لونها بني and white وبيضة. The kitten is playing with a red ball. بتلعب بكرة لونها أحمر. وبيوصف لك الألوان أهو علشان أنت إيه تلون. It is very happy إنها سعيدة جدا. يبقى هنا برضو عندنا فقرة إنشائية وصفية بتوصف الألوان وبتوصف كل حاجة موجودة عبارة عنها كأنها بتصف اللوحة اللي قدامك. The kitten is playing in the garden on a sunny day. It is brown and white. The kitten is playing with a red ball. It is very happy. طيب ال writing corner زي ما اتفقنا كل كلمة وكل حرف بيكون في مكانه. الاف لخط السماء، الجي واي لخط الدوده، طبعا اللي بيسمعنا لاول مره بيضحك ايه يا عم خط السماء وخط الدوده ده، خلاص. الاو في وسط السطرين بين خط الطائره والحشائش، خلاص لو انت مستغرب يبقى انت بقى ما تعرفش حاجه لان الكلام ده انت واخده في سنه اولى اصلا، خلاص. اج في وسط السطرين الاي، اما الجي بتنزل خط الدوده. ساني كل الحروف وسط السطرين ما عدا الواي لازم تنزل لخط الدوده. دينر كل الحروف وسط السطرين ما عدا الدي لخط السماء. باتر البي لخط السماء، باقي الحروف وسط السطرين ما عدا التي سمول بتطلع سنه صغيره فوق خط الطائره. كيتن الكي لفوق وباقي الحروف وسط السطرين ما عدا التي بتطلع سنه صغيره. نقولهم كمان مره. فوجي ايج ساني دينر باتر كيتن. يا سلام، وصلنا في النهايه للتمارين. باتر باتر او باتر، اسمع الصوت واكتب المقطع الصوتي. ساني ساني، ايج egg, dinner, dinner, بعدين read and match, foggy, kitten, bread, juice. هتشوف كل صورة وترقم الصورة المناسبة للكلمة بعدين توصل. read and tick, true or false, صح أم خطأ. لو الجملة تتفق مع الصورة true. she is eating an egg and bread. يا ترى الكلام ده صح ولا لا. the kitten is playing in the garden. Look, read and complete. خمس كلمات على أربع جمل، يبقى في كلمة مش هنختارها. Kitten, foggy, sunny, eggs, butter. It is a day. هنوصف اليوم بما هو موجود في الصورة. يا ترى هيكون foggy or sunny. It's a white. White إيه اللي أنت شايفه في الصورة. I eat A for dinner. I want some. بص في الصورة وأنت تعرف. بعدين punctuation. It's a foggy day. إنه يوم ضبابي. في حاجات هتتغير، حاجات هتتضاف، تمام؟ عندك ادي واحد اتنين تلات حاجات هيتعملوا في الجملة دي. بعدين copy انسخ. I play with my kitten. السؤال اللي دايما الناس بتغلط فيه، ليه بتستهتر بيه؟ لأنه سهل جدا ومع ذلك معظم الطلبة يعني 90% من الطلبة بتغلط في السؤال ده، اللي بيشطب واللي بيلزق الحروف في بعضها، تمام؟ واللي بيكتب الحرف مش في مكانه وهكذا. I play with my kitten. قلت لك ما تشطبش، خد مسافة بين كل كلمة والتانية، كل حرف في مكانه زي ما تعودنا، تمام؟ كده هيبقى خطك جميل إن شاء الله. طيب نروح لآخر جزئية في درس النهاردة وهو read and trace. بيقول لي هنا فقرة إنشائية. I want to have a healthy heart. I love chocolate. But I try to eat only a little. I eat lots of fruit. And my favorite fruit is mango. I like vegetables too. Especially eggplant. I know it's good to exercise for my heart too. I play on a football team and on the weekend I ride my bike and go swimming with my family. عايزك تترجم لي الفقرة دي، تمام؟ وتكتب لي في التعليقات الترجمة بتاعتك، وأحسن ترجمة هنعرضها في الحلقة الجاية إن شاء الله. I want to have a healthy heart. I love chocolate but I try to eat only a little. I eat lots of fruit and my favorite fruit is mango. I like vegetables too, especially eggplant. I know it's good to exercise for my heart too. I play on a football team and on the weekends I ride my bike and go swimming with my family. كده احنا خلصنا الحمد لله الوحدة 12. نقول بس الاسسمنت التقييم ده
علشان ما تغلطش فيه. لازم تكون عرفت خلاص تقرا الكلمات دي: سناك، بريكفاست، بوتيتوز، سوب، تشيكن، كيتن، رايس بودين، برجر، كالسيوم، ستوميك، هارت، ساني. الجمل بقى: What would you like to eat? I'd like some chicken, please. The kitten is playing in the garden. Get 8 hours of sleep. آخر حاجة عندنا هنا وهي المراجعة. كده احنا خلصنا ونتقابل ان شاء الله في الستوري القصة بتاعتنا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.